محضر جلسة اجتماع. محضر الاجتماع هو عمل كتابي وظيفي يعد تسجيلا منظما ودقيقا لكل ما يدور في الجلسات والاجتماعات من مناقشات وحوارات، ويتولى إدارة النقاش رئيس الاجتماع والتسجيل أحد المجتمعين ويسمى المقرر، وبحضور باقي الأعضاء. ويتكون محضر الاجتماع من العناصر التالية: المقدمة، وفيها يحدد المقرر الكاتب الموضوع الذي يدور حوله الاجتماع، الزمان والمكان اللذان سيعقد الاجتماع فيهما، المشاركون في الاجتماع وأولهم الرئيس، المعتذرون والغائبون عن الاجتماع. ثم يتم الانتقال إلى العرض، وهو سير الاجتماع، ويتضمن أبرز النقاط والمداخلات التي نوقشت، ما يستجد من أعمال إن وجدت. ثم يتم الانتقال إلى الخاتمة، وتتضمن التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها. شكر الحضور، وتحديد وقت للاجتماع القادم، والتوقيع. النموذج السابق هو نموذج شائع في كتابة محاضر جلسات الاجتماع، ويتضمن المحاور الأساسية التي يجب ذكرها وترتيبها. علينا تجنب مثل هذا الشكل من المحاضر، لأنه لم يوضح المشاركين، ولم يحدد من سيقوم بتنفيذ القرارات، وجاءت القرارات على شكل شعارات عامة غير دقيقة. على الرغم من أن محضر الاجتماع احتوى على معلومات دقيقة وواضحة، إلا أن أسلوب إخراجه غير منظم، فالقارئ لا يستطيع الوصول إلى أي معلومة سوى بقراءتها كاملة.